يقول: إذا صلى الإمام جالسا هل يجلس المأمومون؟ إذا كان إمام راتب للمسجد واعتراه مرض صار يصلي جالس، بدأ الصلاة وهو جالس وهو الإمام الراتب، يصلون خلفه جلوسا كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما هو بإمام الراتب، لا، ما يصلون خلفه جلوس. كلام على الإمام الراتب، إمام الحي، الإمام الراتب إذا اعتراه مرض وجلس في الصلاة يجلسون وراءه، إذا بدأ الصلاة جالسا يجلسون وراءه. أما شخص ما هو بإمام الراتب فهذا لا يصلي بالناس وهو ما يستطيع القيام، يصلي بهم إنسان سليم يستطيع القيام.